على الساحة الأردنية مشاهدينا وأوضاع المعلمين بشكل عام في بعض دولنا العربية. شلل تام في معظم المدارس الحكومية بعد إضراب المعلمين المطالبين بعلاوة المهنة بنسبة 100% دون تجزئة. ورغم الوساطة النيابة في تجزئة هذه العلاوة على مدار 3 سنوات وإقرار الحكومة بشرعية مطالب المعلمين، إلا أن الإضراب ما زال مستمرا. الحكومة بدورها والاستدراك ما فات على الطلاب أثر إضراب طبعا المعلمين، كشفت عن نيتها بالاستعانة بكوادر تعليمية من الأجهزة الأمنية لسد الفراغ الذي تركه المعلمون المضربون في أروقة الغرف الصفية. زميلنا عماد العضايلة زار بعض المدارس الحكومية التي أغلقت أبوابها في وجه الطلاب وأعد لنا التقرير التالي من عمان. إضراب دخل يومه السابع متزامنا مع بداية الفصل الدراسي الثاني، حتى بات المشهد التعليمي في معظم المدارس الحكومية يقتصر على جلوس الطلاب خارج أسوار المدرسة وعلى أرصفة الشوارع. وفي حين وصول احتجاج المعلمين لمراحل تصعيدية، أكد الطلاب لكاميرا الـNBC أنهم باتوا بعد انقطاع الدراسة الضحية الأولى. إن أسبوع ما أخذناش ولا إشي بالدراسة، يعني بأثر علينا، وبصير آخر إشي يعطونا بصير يشلفوا المادة شلفة. هم مدربين يعني كلهم عشان المصاري، إحنا ما دخلناش بدنا ندرس، إحنا يعني بضيعوا مستقبلنا هيك، يعني كلهم عشان الأساتذة يلعنوا بالمصاري، يعطوهم مصاري بس بدنا ندرس. استئناف المسيرة التعليمية وفض الإضراب مشروط بصرف علاوة المهنة بنسبة 100%. هذا ما يصر عليه المعلمون بعد رفضهم قيام الحكومة بتجزئة العلاوة على مدار 3 سنوات، ووصفهم بأن صرف العلاوة كاملة هو مطلب شرعي لا جدال فيه. الإضراب يبقى مفتوح مستمر لحين تحقيق مطالبنا الرسمية، وأولها اللي هي العلاوة 100% التي هضمت وكانت حق للمعلم على أساس أنه بداية 2012 أن تنتهي تكون 100% لكل معلم. استمرار الإضراب حتى تحقق المطالب، والمطالب هي إعادة العلاوة 100% اللي هي مكرمة ملكية من جلالة الملك حسين من عام 94، نحن نطالب بإعادتها، وكذلك إعادة علاوات المشرفين والتربويين، فنحن لا نطالب بزيادة بل بإعادة حقوق لنا. الحكومة بدورها أقرت بشرعية مطالب المعلمين، إلا أنها اصطدمت بواقع عجز الموازنة، وبهذا باتت الأمور تسير على مستويات تصعيدية بعد قيام الحكومة بالبحث عن كوادر تعليمية بديلة من الأجهزة الأمنية لتخطي النتائج السلبية التي عكسها إضراب معلمي الحكومة. في طبعا الثقافة العسكرية فيها يعني أعداد كبير من المعلمين، عندنا المتقاعدين طبعا أعداد كبيرة من المعلمين من ذوي الخبرة والتأهيل، وعندنا أعداد كبيرة مقدمة طلب في ديوان الخدمة المدنية. بنحكي بمرارة أنه نوصل نحكي في الموضوع، لكن لا بديل عن أنه تمشي المدارس. وما بين السجال الحكومي من جهة وكوادر المعلمين المضربين من جهة أخرى، يقع الطالب رهينة الإيقاف الجبري، واقع أوجع المعلمين، إلا أنهم في الإضراب مستمرين، كما أنه لم يرضي الحكومة التي باتت ما بين مطرقة إضراب المعلمين وسندان عجز الموازنة الذي لا يمكن تخطيه. عماد العضايلة، عمان، وصباح الخير يا عرب. معنا مباشرة مشاهدين من عمان السيد مصطفى الرواشدة، وهو رئيس اللجنة الوطنية لنقابة المعلمين. صباح الخير سيد مصطفى. صباح النور أختي العزيزة. نعم، أيضا معنا سيد أيمن بركات الناطق الإعلامي باسم وزارة التربية والتعليم. صباح الخير سيد أيمن. صباح الخير ستي، مرحبا فيك. نعم، يعني اسمحوا لي أبدأ بسيد أيمن. مثل ما شفنا في التقرير من خلال الإضراب دخل الأسبوع الثاني، ولغاية الآن 1,800,000 طالب لم يلتحقوا بالمدارس، وتم رفض الحوار وتجزئة العلاوة التي يطالب بها المعلمون وهي 100%. الحكومة طبعا بدورة تقول يمكن تجزئة هذه العلاوة على مدار 3 سنوات، وهي تنظر لها أنها مطالب شرعية، ولكن على يعني ما يبدو أن هناك بعض التعنت من قبل المعلمين حيال ذلك، فكيف تنظرون إليه مع أنه هو حق شرعي؟ نعم، أولا سيدتي، وزارة التربية والتعليم تقر بمطالب زملائنا المعلمين، والمعلم الأردني يستحق كل التقدير ويستحق كل الاحترام ويليق فيه كل التكريم. معالي وزير التربية والتعليم الدكتور عيد تحيات خلال لقائه مع لجان المعلمين نقل مطالبهم إلى مجلس الوزراء،
وجاءت العلاوة 100%، لكن لظروف مالية بحتة كما شرحها مع الوزير إلى زملائنا المعلمين كانت بأنه جاءت هذه التجزئة لظروف مالية بحتة. هذا جانب. الجانب الآخر للتصحيح، ليس هنالك إضراب شامل في كل مدارس المملكة. نعم. هنالك دوام شبه منتظم في الكثير من مدارس المملكة. بنسبة كم؟ هنالك انقطاع وامتناع، قطاع وامتناع في الكثير في العديد من المدارس بسبب عدم دخول زملائنا المعلمين إلى الغرفة الصفية. الوزارة تقر بمطالب المعلمين، لكن هناك في طرف المعادلة أبناءنا الطلبة وحقهم الدستوري في تلقي التعليم في الغرفة الصفية. نعم. يعني سيد أيمن، هل لديك نسبة معينة بالنسبة للمدرسين اللي بيداوموا بشكل أو بوضع طبيعي مثل ما ذكرت قبل قليل؟ نسبة بالأمس كانت 62% دوام المدارس في ونسبة والطلبة في جميع محافظات المملكة. نعم. يعني نتحدث عن 1,750,000 طالب، ونتحدث عن 6,150 مدرسة. طيب سيد أيمن، يعني احنا شفنا من خلال التقرير أحد الأساتذة ذكر أنه من عام 94 كان هناك في مكرمة يعني من أيام الملك حسين، ولكن على ما يبدو أنه عدم تطبيق هذا القرار هو ما أدى إلى هذه النتيجة. سيدتي صحيح، مكارم جلالة الملك كبيرة وكثيرة، وهذا فيض من غيظ من المكارم الملكية على أسرة التربية والتعليم وعلى التربية بالإجمال، لأنه دائما التربية على سلم الأولويات الوطنية وفي لبناء نهضة تربوية وتعليمية، وقد حقق الأردن وحقق المعلم الأردني في هذا السبيل الشيء الكثير، وحقق ليس على صعيد الأردن نهضة تربوية وتعليمية، بل ساهم في مسيرة التربية والتعليم في العديد من الدول العربية الشقيقة، وكان في خمسينيات القرن الماضي وستينيات القرن الماضي يساهم بهذه النهضة في العديد من الدول العربية. نقول ذلك، ووزارة التربية والتعليم وهي ترعى أبناءها المعلمين، وبالمناسبة من الأمين العام في الوزارة حتى آخر معلم يجري تعيينه هو حسب قانون التربية والتعليم هو معلم، وبالتالي هذه المكارم الملكية جاءت لتعطي المعلم حقه بهذا الإطار. 100% كما كان معروفا قبل الهيكل تأتي لتستكمل مع بداية 1/1/2012 لتكون بالمئة، لكن مع الهيكل الجديدة وحسب ما عملت فيه وزارة تطوير القطاع العام جاءت 70% مع الزيادة على الراتب الأساسي. نعم، كل الشكر لك سيد أيمن بركات الناطق الإعلامي باسم وزارة التربية والتعليم. وننتقل إلى سيد مصطفى الرواشد رئيس اللجنة الوطنية لنقابة المعلمين. يعني سيد مصطفى، الوضع الاقتصادي على ما يبدو الأردني متأزم جدا، وتكلفة ما يطالب به المعلمون 100% هذه زيادة تصل إلى حوالي 50 مليون، وهذا طبعا مبلغ لا يستهان به بالنسبة لدولة مثل الأردن وتحديدا في هذه الأوضاع الاقتصادية. هل يعي المعلمون ذلك؟ أولا صباح الخير لك أختي، وشكرا لفضائيتكم على هذه الاستضافة وتسليط الضوء على موضوع وطني مهم. واجبنا. صباح الخير أيضا لكل مشاهد على أرض الوطن العربي وفي كل العالم. رسالة عز وافتخار لكل معلم على أرض الوطن وفي عالمنا العربي وفي كل العالم، الذين يشتركون حقيقة في حمل رسالة عظيمة جدا، ألا وهي رسالة التعليم. نعم. ما أود الإشارة له أختي العزيزة بأن الاستثمار في الإنسان هو أعظم استثمار وأعظم إنجاز. عندما نتكلم عن لغة الأرقام مقابل الاستثمار في الإنسان والدفع وبناء العملية التربوية حقيقة، هذا أمر فيه مفارقة. الأزمة المالية التي يعيشها الأردن تعيشها بقية دول المنطقة ويعيش العالم أيضا. نعم. بالتالي عندما نتكلم عن حق مكتسب وحق مشروع، هنا قرار لمجلس الوزراء الأردني في عام 1994، هذا القرار يقضي بإعطاء المعلم علاوة تعليم 100%، كان في حين وهذا استراتيجية هذا القرار حقيقة هو للارتقاء بالعملية التربوية، للارتقاء بالعملية التعليمية التعلمية، وخصوصا بأن المعلم هو قائم على بناء جيل
كيف لنا أن نبني هذا الجيل ونعزز لديه قيم ومنظومة سلوكية ومنظومة قيمية ومنظومة معرفية، إلا أن يكون المعلم حقيقة يتمتع حقيقة بالعديد من الامتيازات ومكانة مادية تليق به حتى يتمكن من أداء رسالته على أكمل وجه. ما جرى خلال من 94 الآن جرى التسويف والمماطلة بصرف هذه العلاوة من قبل الحكومات المتعاقبة. في تلك الفترات حقيقة كان هناك مطلب أيضا من قبل المعلم الأردني بصرف هذه العلاوة، إلا أن حقيقة صاحب القرار لم يلتفت إلى هذا المطلب مما أزم المشكلة ووصلنا إلى ما وصلنا إليه الآن. حقيقة الأمر الإضراب هو حق مكفول في الدستور وحق تمارسه أعتى الديمقراطيات في العالم. نعم. جميع دول العالم، الموظف العام، الموظف حتى في القطاع الخاص، عندما يشعر بأن هناك ظلم يلحقه أو هناك حقوق له يمارس حقه بالإضراب أو الامتناع عن العمل. وبالتالي جاء الإضراب في الأردن للفت الأنظار. يعني أنا دعيني أطرح لك مثال أختي. تفضل. لولا هذا الإضراب لما استضفت اليوم في هذا البرنامج حتى نسلط الضوء على هذا الموضوع ونشترك جميعا جميع الأطراف، سواء كانت أطراف رسمية أو شعبية أو أهلية حقيقة، بكل تأكيد، للخروج من هذه الأزمة وعودة أبنائنا الطلبة إلى مقاعد دراستهم وعودة كل زميل إلى مقاعد الدرس. نعم. وبالتالي المسألة مادية نعم، لكن هي نتكلم عن قضية مبدأ وحق. هذا الحق يطالب به المعلم ومقر قانونا وتقر به الحكومة، لماذا لا يصرف الآن؟ عندما نتكلم عن موازنة الدولة تفوق المليارات، نعم سيد هل مصطفى، تقف عاجزة موازنة الدولة أمام 27 مليون دينار للخروج من أزمة حقيقة وطنية؟ طيب سيد مصطفى، هل لنا أن نقارن ب 27 مليون؟ بس فقط أعذرني، ولكن نعم. لنستغل الوقت وأن وقتنا كثير يعني ضيق، مثل ما ذكرنا أن الحكومة أقرت أن هذه مطالب شرعية ولكن لا يكفي الكلام، ولكن ما يهمنا هو الفعل. لذلك في حال عدم إقرار الحكومة بمطالب المعلمين المضربين، ما هل هناك خطة أخرى وبشكل مختصر إذا ممكن؟ سيدتي الكريمة، حقيقة الإضراب ليس هدف لنا، هو كان وسيلة حقيقة للوصول إلى هذا الحق. نعم. بالتالي نتمنى جميعا حقيقة جميع الأطراف، هذه مسؤولية الحكومة في هذا الضرب ومسؤولية كل الأطراف وليست مسؤولية المعلم عدم السير بالعملية التربوية في الأردن. نريد العودة بأسرع وقت ممكن، لتتخذ الحكومة قرارا جريئا في هذا الوقت حقيقة وتجري مناقلات في موازنتها العامة، وبالتالي نخرج من الأزمة. القضية هل نقارن ما بين 27 مليون دينار ومصلحة 1,700,000 طالب ومصلحة 103,000 معلم وإداري في وزارة التربية والتعليم؟ إن أجرينا مقارنة حقيقة ننفق نصف الموازنة حقيقة على عملية التربية والتعليم حتى نخرج من هذه الأزمة. وهذه مسألة أختي العزيزة حقيقة، نحن نريد أن نخرج من التأزيم، نريد العودة إلى العمل، وبالتالي على جميع الأطراف تحمل مسؤولياتها في هذا الظرف الاستثنائي والدقيق الذي لا نتمنى حقيقة إلا أن نخرج منه جميعا، سواء معلم أو حكومة. وبالتالي على الحكومة حقيقة أن تتخذ قرارا استثنائيا وقرارا جريئا يليق بهذه المرحلة وبهذا الظرف الذي نعيش، وتحسم الأمر وتصدر قرارا بصرف علاوة التعليم للمعلم، وهذه العلاوة المقرة قانونا واحتراما لسيادة القانون. نعم. واحتراما لقرارات مجلس الوزراء، يجب الآن اتخاذ مثل هذا القرار حتى نخرج جميعا من الأزمة. نعم، يعني نتمنى أكيد اتخاذ هذا القرار والأهم تنفيذه. شكرا لك سيد مصطفى الرواشد رئيس اللجنة الوطنية لنقابة المعلمين، كنت معنا مباشرة من عمان. إذن هذه المطالبات أو هذه المكرمة صار لها 18 سنة من عام 94 أيام الملك حسين إلى الآن لم